طيب الآن ما شاء الله تبارك الله جاء اللي هو دور النبات الداخلي. طبعا النبات الداخلي اللي عنده ما شاء الله تبارك الله أحواش أو منطق خارجية ممكن يخرجوا ويغسلوا بهذا الطريقة، ولا ما عنده وانتوا بكرامة يدخلوا عنده في الحمام ويعطيله شاور بهذه الطريقة، يغسلوا غسل تام. هو يفضل تعمل هذه الطريقة عند حصولك أول ما تحصل على النبات من مشتل أو معرض، أو يكون النبات مو مسقي كثير ماء جاف تماما فتعطيله بهذه الطريقة الماء، عشان ما نبغى الماء يتراكم تحت في الحوض. فهي انتو شفتوا لها كم يوم عندي، خليتها لين ما يجف تماما وبدأت الآن أغسلها ما شاء الله تبارك الله.